واخر يقول انا حريص على حضور دروس العلم ومقيم واقيم مع زوجتي بمدينه الرياض، وعندما اخرج هي تخاف من الوحده بالجلوس وحدها وتريد ان تمنعني، فهل اجلس معها ام احضر لجلسه العلم؟ انا اقرب الله وانك تجلس معها حتى لا تكون وحده ولا خطر، وتاتي بالاوقات الاخرى تحضرها العلم للاوقات التي عندها من يؤنسها او تذهب الى من يؤنسها، لان بعض النساء ما يتحمل، ولاهلك عليك حق، فالاظهر والاقرب ان تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقفا اخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، او حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ويؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو اخذها الى المسجد يا شيخ، نعم لو اخذها الى المسجد يعني فاستمعت المخيم ايتها، لا اذا كان اشرح احسن حتى يجمع من الفائده. نعم نعم.